مشاهدينا الكرام، تحية خاصة لحضراتكم من ملعب الكراز. سأتواجد معكم في كابينة التعليق لتغطية أحداث هذه المباراة. نأمل بأن تكون هذه المباراة في مستوى التوقعات. مع هذه الأجواء نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على أرضية الملعب. نتمنى بأن نستمتع بكرة قدم هجومية مثيرة بين الفريقين، وأكيد نريد أن نرى أهدافا كثيرة اليوم. حلوة الكرة إلى الطرف، إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم،
الحكم يقرر منح الأفضلية وعدم احتساب خطأ في هذه الكرة. استخلاص ممتاز داخل المنطقة. بتروح الكرة. كرة جميلة على الطرف. الله على الفرصة، على المحاولة، كانت قريبة من الشباك. شوف الرأسية الجميلة، مرت فوق العارضة بقليل. جميلة الكرة البينية، الله على النظرة. حلوة الكرة البينية، مساحات كبيرة على الطرف الملعب. قد تكون هذه الفرصة. الله على اعتراض التسديدة. تدخل ناجح على الكرة. كرة بتروح للفريق الخصم. حكم يطبق مبدأ تحت الفرصة واللعب مستمر في أرضية الملعب. راح الاستحواذ. تمرير على الطرف. تفاهم كبير بين اللاعبين في تبادل الكرات. شوف النقلات. كرة بينية فيها خطورة الآن. كرة بتعدي ممكن تشكل خطورة. تدخل وأبعدها لكن ما زالت خطيرة. كرة أخيرة للتقدم الآن. في الوقت المناسب يتدخل ويبعد كرة خطيرة. ركنية في المنتصف. أكيد كان يتمنى لو تنعاد الفرصة. شوف الرأسية كانت سيئة، غير متقنة، افتقدت للدقة، كان ممكن ينفذها بشكل أفضل. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. شوف الجماهير ردة فعلها الغاضبة، غير راضية عن حكم المباراة، وترى بأن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لفريقها. بينية خطيرة. كم بإمكانه أن يتصرف بدون تركيز، يمسك حارس المرمى بكل سهولة. كرة خطيرة على المرمى. فرصة كبيرة للتسجيل. تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. عند الإمكانية هنا المدافع يتدخل في الوقت المناسب ينهي هذه الفرصة. ما زلت لا أصدق كيف أنها لم كرة هدف الآن. أوه الكرة في المرمى، مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. فرصة خطيرة في هذه اللحظات. كرة خطيرة. مستحيل، الكرة في المرمى مرة أخرى. شوف إعادة هذا الهدف. نركز على حارس المرمى. أسئلة كثيرة عن موقف الحارس، عن تمركزه، عن ماذا كان يفكر أثناء لعب هذه الكرة باتجاه المرمى. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. قطع للكرة في الوقت المناسب. فرصة الآن لهجوم معاكس وكرة مرتدة قد تشكل خطورة. رمية التماس لكن بشكل خاطئ. يستخلص الكرة الآن. تدخل قوي لكن بدون أخطاء. يتقدم باتجاه المرمى.
والكرة إلى خارج الملعب ضربة ركنية. لعبها قصيرة في اللقطة الماضية. يقطع لعمق الملعب. تمريرة ملعوبة أمام مساحة في هذه اللحظات. ما زالت الفرصة أمامه. فدائية من حارس المرمى. أي شجاعة في اللقطة. أبعد الخطورة من أمام المهاجم. يلعب لك كرة بينية هنا في مكان خطير. يا الله حارس المرمى بيوقفها في لقطة خيالية. بيلعب تمرير أرضية. تدخل ممتاز من المدافع على الطرف. مرفوعة في المساحة. ضربة بالرأس والكرة إلى الخارج. رمي التماس. تسلل يحتسب. يدخل لعمق الملعب. ممتازة تسديدة. الشوط الأول ينتهي 2-0. شوط أول جاء كالمتوقع. لم يكن هناك أي مفاجآت أو أي سيناريو خارق للعادة. حتى الآن الأمور تسير حسب ما توقعنا قبل بداية المباراة. فريق متفوق وآخر يعاني. She said she leaving. She said why you always acting foolish. Playing all these games you're gonna lose it. If you switch it up then come and find me. Come and find me. She said she leaving. Almost spent a million on a new whip. Anything you want you know I'll do it. She said switch it up and come and find me. Come and find me. Yeah. You know I hate to see you when you cry. But I've been making moves, I gotta shine. To tell you, oh, she said she leaving. She said why you always acting foolish. Playing all these games you're gonna lose it. If you switch it up then come and find me. Come and find me. She said she leaving. Almost spent a million on a new whip. Anything you want you know I'll do it. She said switch it up and come and find me. Come and find me, yeah. Don't you miss girl on your body. Sneaking off at every single party.
Stays twisted. I'm the prototype of an outcast on my jacks, and ain't seen my missus. Been on my jacks, and I see my rose. It's a shame the way the saying goes that you're in bad company when you're alone. Well, I'ma pull up every memory on my English rose. While the sky turns blossom further, I'll get lost in your Nyla. There's no need to be cryptic, addicted to missing a point, cause I know that I'm better. I'm better. When you're there beside me, side me, side me, side me, side. Dust from the dashboard. Pink sky, wildlife fiasco. But it's been a piece. I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could go on the stand. It's been a piece. I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could go on the stand. Did we build it up? When was the last that I gave up? When was the last didn't have me? When was the last I was so busy. When was the last I didn't chase the clock? When was the last that I felt a lot? When was the last made that free on the truck? When was the last time that I held your hand? I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could go on the stand. It's been a minute. I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could understand. How you look like that? How do you look like that? How you look like that? How do you look like that? Huh? Guess we'll never know. سادتي هذه تحياتي من ملعب الكراز حيث تقام هذه المباراة. يسعدني بأن أكون معكم وهذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عواض. اليوم عندنا مباراة مثيرة في الصراع على البقاء في الدرجة خاصة مع قرب انتهاء الموسم. نأمل بأن تكون هذه المباراة في مستوى التوقعات. الفريق وضع نفسه في موقف صعب. سعد التسلل موجود لأن توقيت الانطلاقة مهم جدا. بمبدأ الأمان خلص المدافع. كرة في مكان خطير. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. الله على التصدي. مساحة أمامه على الجناح من الممكن استغلالها. استخلاص ممتاز داخل المنطقة. مساحة موجودة على الأطراف. يقطع الكرة في مكان خطير. كرة خطيرة الهدف تقدم. هدف يجعل ضمان البقاء حلما بعيدا لم يتحقق من خلال
خلال هذه المباراة أصبحوا بحاجة لهدفين. لا يضع مجهودا كافيا لضمان الوصول لبر الأمان قبل نهاية الموسم. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. انسجام كبير بين اللاعبين، حافظين بعض، متحكمين في أرضية الملعب. تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. يا لحيب الله على التمريرة، انطلق بشكل مبكر، وقع في التسلل، كرة كانت من الممكن أن تشكل خطورة. ماكاي، ماذا سيفعل الآن؟ كرة بيخلص المنافس. عرضية في منتصف الثمنتاش، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. الحكم يعلن عن وجود خطأ من مسافة قريبة جدا. ضربة حرة في مكان خطير، حارس المرمى الآن يوجه الحائط للوقوف أيضا بالشكل الصحيح. ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. الصافرة توقف اللاعبين، خطأ صحيح. الآن التفكير في كيفية تنفيذ هذه اللقطة، تركيز عالي مطلوب حتى تشكل خطورة، تحتاج للمسة ساحرة في هذا التوقيت. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. نقلات، انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. يهرب الآن من الرقابة حتى يحصل على الكرة. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. عنده الإمكانية هنا، بمر ويتقدم الكرة. ممتاز الحارس في التصدي لهذه الكرة. خلص حارس المرمى، الله على الكرة، على التوقيت، على التدخل في اللحظة الماضية. سعد، قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. إمكانية الكرة العرضية، قد تكون هذه الفرصة. اللاعب يتعرض لضغط كبير في محاولة افتكاك الكرة. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. كرة في مكان خطير. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. يا إلهي ماذا أضعوا؟ شوف اللقطة، شوف الفرصة لتوسيع الفارق. قد ينتمون على هذه الكرة إذا أتى التعادل. كم ممكن التعامل مع هذه الفرصة بشكل أفضل؟ المساحة أمامه على طرف الملعب، عرضية فيها خطورة، رأسية بتروح بعيدة عن المرمى، ما عرف كيف يوجه الكرة بشكل مثالي. شوف الكرة الرأسية، وبالتأكيد تحتاج إلى موهبة، إلى مهارة حتى يوجه اللاعب. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. ماكاي، كرة خطيرة على المرمى، تصدي الكرة في الملعب. تشيلسي يحتاج إلى هدف ويحتاج إلى كل صوت من هذا المدرج. استمع إلى تشجيع جماهير البلوز. كرة متاحة للتسجيل. يا رب، هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك. الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة، بعد ذلك ترسل تسديدة قوية، الكرة راحت في المرمى، صعبة جدا على الحارس.
التمركز الجيد يساعد في قطع الكرة، ترويض جيد للكرة تحت الضغط. فرصة قد تشكل خطورة، الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. ركنية تنفذ بشكل قصير، كيف راح يتصرف فيها؟ جميل الكرة البينية، الله على النطرة، تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. الكرة تخرج إلى ركلة ركنية، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته، ضربة زاوية أخرى. الله على الخفة، الله على المهارة. ضاعت الكرة. الشوط الأول صفر. شوط أول جيد من الفريق، حقق المراد، خرج لفترة الاستراحة متفوقا، والآن أمام 45 دقيقة للدفاع عن تفوقه وإسعاد العشاق والجماهير. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني، ونحن على موعد مع 45 دقيقة أخرى من الإثارة. ماكاي، تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. يتقدم بالكرة للهجوم، عرضية ممتازة للخلف. يا الله، تعقدت الأمور، حكم يحتسب ركلة جزاء قد تزيد لحظات. نموذجية نموذجية في المرمى، ركلة جزاء في منتهى الروعة، ركلة جزاء نفذت بنجاح، تنفيذ رائع من اللاعب لضربة الجزاء. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. فرصة خطيرة في هذه اللحظات، فتح اللعب على الأطراف. ماكاي، قد تكون هذه الفرصة. تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة، يضرب الآن، وهدف لن يغير الكثير في هذه اللحظات. شوف الإعادة، أي قوة، وكأنه يريد الانتقام، وكأنها آخر تسديدة في حياته. لم تفتقد الكرة إلى الدقة رغم هذه القوة، حقيقة الحارس لم يكن لديه فرصة للتصدي. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. كرة عرضية، يحاول تغيير اتجاه اللعب للجانب الآخر.
تمريرة بدون دقة بتتحول الكرة إلى رمي التماس. خطأ في مكان خطير. حارس المرمى بحاجة إلى توجيه الحائط البشري. كرة في مكان خطير. الله على الفدائية من المدافع. شوف اعتراض الكرة الماضية. ضربة ركنية تنفذ قصيرة. عند الكرة الآن. تدخل في اللقطة. فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. ركلة جزاء تأتي. فرصة لدى الفريق الخصم لتقليص الفارق الآن. حكم يكتفي بركلة الجزاء. اللعبة الماضية أصفر على الأقل. لكن الحكم يبقى سيد القرار في هذه المباراة. ركلات الجزاء مرت بجانب المرمى. أي كرة ضاعت وأي فرصة ذهبية. وبضيع الكرة. انطلق على الطرف. ممكن يلعب لك كرة عرضية. كرة متاحة للتسجيل. أخيرا حارس المرمى سوى الشيء من فرصة بعد أداء كارثي في مباراة اليوم. فرصة مواتية لهجوم معاكس الآن. هذه كرة هدف الآن. أوه اشتعلت المباراة الآن. العودة تقترب. التعادل صار ممكنا. المباراة لم تنتهي بل بدأت الآن. أي سيناريو مجنون في هذه اللحظات. فرصة من جديد لكرة التعادل. الكرة في المرمى. التعادل يأتي. الأمور تشتعل. المباراة بمنعطف آخر. هدف آخر يعني البقاء. هدف آخر يعني الاستمرار هنا لموسم جديد. كرة في العرض. يحاول تغيير اتجاه اللعب. الكرة الآن مع الفريق الخصم. أنجيل. كرة بينية عالية. ينطلق بالكرة. يتقدم فيها. عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. أنجيل. ممتاز في قراءة اللعب. الحكم يعلن عن وجود خطأ. اللعب يتوقف لتنفيذ رمية التماس. رمية التماس تسرع فيها والكرة راحت للمنافس. فتح اللعب على الأطراف. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. نقل الكرة لازم يكون بشكل أسرع لاستغلال الكرة المرتدة. يفتكها في مكان خطير. أوهو هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول. غيرت الكرة اتجاهها. خادعت الجميع. فرصة بتضيع. كرة بينية فيها خطورة الآن. فرصة الآن. محاولة إيجاد الثغرة. يا الله من على الخط الكرة بتضيع. خلص المدافع. تدخل سليم وافتكاك سليم للكره.
مرتدة ممكن تكون سريعة. هدف يضيع بسبب التدخل من العارضة في اللقطة الماضية، والنتيجة تظل متعادلة مشاهدينا. كيف ستنتهي هذه المباراة؟ لم ينجح أحد في فك الارتباط بين الفريقين، وانطلاق اللعب في مكان سليم بعد كرة بينية ممتازة. أوه، هدف البقاء، هدف تجنب الهبوط، هدف الهروب من الشبح المخيف، هدف يشعل المدرجات، لا بد أن يحافظوا عليه حتى النهاية. هدف التقدم الآن قبل صافرة النهاية بقليل، هدف قد يحدد هوية الفائز في هذه المباراة. تدخل غير قانوني من نظر حكم المباراة. مدافع تدخل، قرأ بشكل سليم قبل ما تشكل خطورة. تمريرة بعد الأخرى، وفي كل مرة إتقان شديد جدا. حماس لا يتوقف من الجمهور، يريدون من فريقهم أن يوسع الفارق أكثر وأن يطلق رصاصة الرحمة على الخصم. تمريرة بعد تمريرة بعد تمريرة، يا سلام هذا الكلام، انظر إلى كرة القدم الآن. يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. قد تتسبب هذه في مشاكل دفاعات الخصم. كرة هدف في هذا التوقيت، استعادة للكرة، انهاء لخطورة الفرصة الماضية. انتهت المباراة نهائيا. فرصة مواتية لهجوم معاكس الآن، هذه كرة هدف الآن. I'm a mind slave, I'm in overdrive, I can't take a break, I don't feel
could talk. Yeah. Jetzt Bay Fred Setback. Euer Sword hier ist lange voll ein Payback. Cake roll mit dem, bis wir go way back. Ja, hören Träume mit der Rolle, ihn Mayback. Ja, ja, Lilan ist so deklar, ja, hat Jetlag. Yes, I been over laid back. Drop a body straight facts. Die wissen immer mein Pack, pack. Ah, Rupo. Eis, komm rein mit Phil Scopo. Ey, ey. Rupo. Ola, Ola, abgeben, nur dicke Glupo. Ey, ey. Einige Trupo, ey, ey, Rupo, die dir hate vor den Mann mit der Oko. Erotome Level, Batman, nice Erotome Level. Yo, Erotome Level, ma dafür wir mir Super in Geld zeigt Skill. Erotome Level, man, dem Spieler home mit der Bein versell. Stick mein Big Party Gala, ihr Glow, spell ihr das Sell, Erotome Level, yo. Komm mal liefra Bonner, wie Ramakun toppen. Umdrehen wir wie schon, dem Skuku stoppen. Ihr kennt die Quartier, du gesperrt, den Poplocken. Yo. Weil er loka, find alle runter und dann kann man droppa. Ja, hielt bitte und nicht, aber so ein Puppa. Ich verbann, Erdummelabel. Aber ja, ich zieh dich. Dummelabel, geh halt dem Fratunis. Dummelabel, kenn die Baileys gespießt. Oh, die Kinder Routine, ja, die Kinder Routine. Dummelabel, aber ja, ich zieh dich. Dummelabel, stopp, Fratunis. Dummelabel, kenn die Baileys gespießt. Zinn deine Inner, die zieht sehr wies. Winter warm in der Eis. Erdummelabel. Batman, nice, Erotome Level. Yo, Erotome Level. Ma dafür wir mir super in Geld zeigt Skill. Erotome Level, man, dem Spieler home mit der Bein versell. Stick mein Big Party Gala, ihr Glow. Spell ihr das Sell, Erotome Level, yo. Erotome Level. Erotome Level. Erotome Level. Erotome Level. Erotome Level. It's mad.
slipping. This time it's ticking, it's getting dark as well. Got glitter all over your face, wanna see my G, you can see yourself. Call me Dex, gonna ring back the reception. This man got sidetracked, cause my favorite act is next. Oh yes, found my friend off his and bare chest. Round of enough, no questions, come on my G, let's find the rest. Walk in the room, or tent in the rave, or festival DJs going hand back down this. Somebody come take these car keys, I ain't tryna be banned. MCs on the mic's not fighting, but they got everyone raising hands. Cinemate says, I told you it's gonna be calm, I told you it's gonna be ram. Gonna be calm, gonna be ram, 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 gonna be calm, ram, calm, ram, calm, ram, calm, ram. If you want to rewind, somebody say, boom! No one said it was gonna be easy. Gotta hustle, gotta work for it. Persistence breaks resistance. I tell people all the time, man. You gotta be undeniable, you gotta be relentless. Can't let nothing stop you. Nothing, no one. I guess that's how I got here. Coach! Technique and I got skill. Back then I used to run the whole pitch. Now I pass to the team and let them play real with the family. No, you can't overlap me. Defending my goals when they're trying to attack me. Yeah, I still flag for the corner and brand new Pumas. These fakes can't match me. Yeah, staying in my zone. A man's gotta keep things balanced. And now I'm getting posts from far, like a crossbar challenge. Some stayed at home, it was raining. Me, I kept on training. They said getting out the hood was a long shot, so I worked on my aiming. How can I quit now? 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 Man's gotta win now. Man's gotta win now. Man's gotta win now. Man's gotta win now. How can I quit now? 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 Man's gotta win now. Man's gotta win now. Man's gotta win now. Man's gotta win now. Man's gotta win, yeah. Man's gotta win, yeah. Never had fans in the stands, but I never let it mess in my headspace. Now I hear him chanting my name, putting hands in the air every time I'm on set plays. I watch the game from the side, so gaps I can fill. I learned from my bench days. That's why I came on the field with a strategy. Now I'm like coach for the pen game. Grew up in the ends where it kicks off, like nobody waits for the whistle. Had to learn to be patient, I spit flames, man get burnt when I dribble. So much talent in the area, I had to be undeniable. Think outside of the box, I see the goal and I'm taking my shot. How can I quit now? 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 Man's gotta win now. Man's gotta win now. Man's gotta win now. Man's gotta win now. How can I quit now? 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 Man's gotta win now. Man's gotta win now. Man's gotta win now. Man's gotta win now. Man's gotta win, yeah. Man's gotta win, yeah. Codes, chameleon.
sold out. My girl told me hold out. I'm on the road to pay my rent. You said I sold out. I'ma stick around till it's cold out. Yeah, you either with me or against me. I'ma stand out. Yeah, till the death. I know you miss me at the end of the year. But the truth is just something that you should not feel. Like right time, right place. And now I take a look into your face. And all I think is we can maintain. مشاهدينا الكرام، تحية خاصة لحضراتكم من ملعب فاييكاس. سأكون معكم مشاهدينا من كابينة التعليق، وكل الأمنيات بمتابعة مباراة رائعة اليوم. ضجة إعلامية كبيرة صاحبت هذه المباراة حتى قبل انطلاقتها، مباراة انتظرها الجميع وأتمنى بأن تكون على مستوى التطلعات وتفي بكل الطموحات. Drive me insane, daylight watching, quietly stalking.
اهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من ملعب فاياكاس. معكم فارس عوض من كابينة التعليق وفخور جدا بتواجدي هنا. نأمل بأن تكون هذه المباراة في مستوى التوقعات. ينجح في المرور في اللقطة الماضية. ممتاز في قراءة اللعب. أمام مساحة في هذه اللحظات يجب بأن تستغل. يا رب يا أخي، أنت كيف تلعب؟ كيف تفكر؟ كيف تقرر؟ كيف تسجل؟ كيف تشوف؟ كيف تشوف؟ دخل منذ قليل، لم ينتظر كثيرا، لم يكن بحاجة إلى الوقت، وضع الكرة في الشباك. أي تبديل، أي عصا سحرية يملكها هذا المدرب؟ رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة. ممكن تعادل، مرونة كبيرة في هذا التصدي. بيلعب تمريرة أرضية، يعود للخلف من عرضية جميلة. الحارس يتصدى للكرة بدون أي صعوبات. خطرة هذه البينية، إمكانية للتسديد. الله على هذه الكرة، وضعها في الشباك. هدف يوزع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ماكاي جونز، حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. رمي التماس، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. رمي التماس بعد كرة راسية. حلوة الكرة البينية. بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع. بيلعب لك كرة،
تألق في بعض الكرة. انطلاقة سريعة بالكرة يتقدم فيها نجم اليوم بلا منازع. هاتريك للمرة الثالثة يزور الشباك. ثلاثية ثقيلة الآن. هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. رمي التماس. ماكاي. جونز. كرة في الجناح. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. يستخلص الكرة الآن. تدخل قوي لكن بدون أخطاء. تمريرة بعد الأخرى وفي كل مرة إتقان شديد جدا. عمل جيد في قطع الكرة. معروف بتمريراته. هدف يقلص النتيجة. ما زالت صعبة. ما زال الفارق كبيرا. لكن لا مستحيل في كرة القدم. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد والكرة تعود إلى نقطة البداية. يستحوذ على الكرة. أوهو يبعد كرة خطيرة. يا سلام على التمريرة. بتروح للخصم. استخلاص ممتاز داخل المنطقة. ضغط جيد لاستعادة الكرة. يتقدم فيها. يقترب من مناطق الخصم الآن. راح الاستحواذ. كرة بينية فيها خطورة الآن. يفقد الكرة. ضيع على فريق الفرصة. الشوط الأول ينتهي 3-1. الجماهير سعيدة بالنتيجة في الشوط الأول. الفريق خرج منتصر. تنطلق الآن 45 دقيقة أخرى من هذه المباراة. ضاعت الكرة. يتقدم باتجاه المرمى.
كان ممكن تكون فرصة على الطرف، لكن المدافع تدخل. ممتاز في الضغط العالي، نقلات حلوة ممكن تكون. أوهو، اشتعلت المباراة الآن، العودة تقترب، التعادل صار ممكنا، المباراة لم تنتهي بل بدأت الآن. أي سيناريو مجنون في هذه اللحظات. ماكاي، يا لحيب الله على التمريرة، لم تشكل أي خطورة. بينية متقنة، قد تكون هذه الفرصة، فرصة للتسجيل. أوهو، راحت الفرصة. كم ممكن ينهي الأمور، كم ممكن يجعل فريقه متقدم بهدفين. فرصة كانت سهلة لكنه أضاعها، وقد يندم كثيرا على هذه الكرة. لمسات رائعة حقيقة من الفريق. ضاعت الكرة، ماكاي بيلعب لبينية جميلة، تحولت الفريق الخصم. شوف الجماهير ردة فعلها الغاضبة، غير راضية عن حكم. كرة متاحة للتسجيل، مستحيل، هدف على الطاير يسجل الآن، حطها في المرمى، كرة ولا أروع. الله عليك، هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. جونز، يستعيد الكرة بتدخل سليم. بيلعب للكرة بينية عالية. المنافس يسيطر على الكرة. الكرة بتروح. جونز، دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. بيعدي وبيمر بالكرة، كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. ماكاي، اللعب يستمر في أرضية الملعب، حكم يعطي الأفضلية. برافو حارس المرمى، ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف. كرة كانت صعبة لكن ليس على هذا الحارس. فرصة تقليص الفارق الآن، الحارس يصد ويمنع ويرفض تسجيل هدف آخر. الله على التصدي، تنبت قصيرة. عند الكرة الآن، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. ماكاي، الكرة تقترب من دفاعات الخصم. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. كرة بتضرب الخط الخلفي. لم يعد التعادل بعيدا، هدف واحد فقط يفصل عن الفريق. نستأنف المباراة مرة أخرى بعد ما قدمت لنا هذه المباراة وجبة كروية دسمة مليئة بالأهداف.
تسع دقائق متبقية من عمر المباراة. كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. هارت مجهود كبير وحافز يقدم الجمهور في الملعب. ممكن هذه ممكن كرة التعادل. حارس المرمى يبعد بقبضة يده. كم في إمكانية لتسجيل التعادل القاتل في الدقائق الأخيرة لكن ضاعت وربما لن تعود وربما لن تتكرر من جديد. كرة جميلة على الطرف يفقد الاستحواذ. دقيقتين فقط ويعلن الحكم المباراة نهاية اللقاء. يسير باتجاه المرمى الآن يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. الحكم يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم ولا أن تنطلق صافرة نهاية المباراة وخسارة المباراة. معروف بتمريراته ينطلق بالكرة الخطيرة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. كرة بتضرب الخط الخلفي.
cause only got one left. Looks like I got a reason then. At last, I finally made it past 100 white lies, now I wanna hear facts. It's a literal, miss me by a 4 second interval. Catch me by surprise, screaming situation critical. Situation critical. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من ملعب فاياكاس، سعيد بتواجدي معكم من خلال التعليق على احداث هذه المباراة ومن هذه الاجواء المشتعلة. نتمنى بان نرى مباراة كبيرة تليق بحجم الفريقين. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب يا اخي، انت كيف تلعب؟ كيف تفكر؟ كيف تقرر؟ كيف تسجل؟ كيف تشوف؟ كيف تشوف؟ بعد نزوله بلحظات يجعل هدف تقر في الشباك، يزور المرمى على الفور. أي شوق للاحتفال بهذا الهدف. شخصية ويجاهزية لهذا اللاعب من دكة البدلاء إلى هز الشباك بهذه السرعة، يدخل في أجواء المباراة. أي روعة هذا التغيير. كرة بينية فيها خطورة الآن، فرصة أمام المرمى. أوهو، تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خادعت الجميع. فرصة بتضيع، المساحة أمامها لإرسال كرة عرضية. عمل جيد في قطع الكرة. ممكن استغلال المساحة في طرف الملعب. كرة باتجاه الحارس، يمسكها بسهولة. الكرة تنقل بسهولة. الدفاع يكرهها صح، يبعد الكرة العرضية قبل الوصول. الكرة تخرج لضربة ركنية، يرسل الكرة في الخلف. مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. اليوم يلعب دور حارس المرمى، يتصدى للكرات بفدائية كبيرة جدا. ينطلق بالكرة الخطيرة، خطورة مستمرة. اوهو، واكمل طريقها الى الشباك. هدف في هذه اللحظات، هدف يوسع الفارق. مشاهدينا، النتيجه الان هدفين مقابل لا شيء.
رائع الدفاع في قطع الكرة البينية. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. كرة بتضيع. يعود فيها للخلف ليبدأ الهجوم من جديد. رائعة العرضية إلى الخلف. كرة إلى خارج المرمى. نهاية ما كانت مثالية لهذه الكرة. شوف التسديدة اللي كانت بعيدة. الوضعية أساسا ما كانت مثالية. هذه اللقطة راحت بعيد عن المرمى. محاولة العودة في النتيجة لكن الكرة رفضت الدخول. من المهم أن تستمر في المحاولة حتى تنجح في التسجيل. ويليامز قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. بينية تصل خلف المدافعين. الحارس ينجح في إبعاد الكرة بقبضته. حكم يحتسب ضربة زاوية. نستأنف اللعب الآن مع رمية التماس. ويليامز بتروح الكرة. تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون أي مجهود. ويليامز واضح أن جماهير مانشستر سيتي مستاء ولديه الحق في ذلك خاصة بهذا السوء والمستوى والأداء السلبي والمعاناة اللي كانت من فريقه في أرضية الملعب. تحرك جيد وسع في قطع الكرة. مساحات كبيرة في الجناح. قطع للكرة في الوقت المناسب. بيخسر الكرة. يسير بالكرة باتجاه المرمى. غير معقول يفقدون الكرة مرة أخرى. ماكاي. حلوة الكرة البينية. يكسر فيها المدافعين. حارس يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل. كرة بتضيع. ضغط عالي لاستخلاص الكرة بشكل مبكر. ضاع الاستحواذ. بمروءة قدم الكرة. يا الله حارس المرمى بيوقفها في لقطة خيالية. قوة كبيرة في الدفاع عن الكرة. الحكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. حارس المرمى يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل. الشوط الأول ينتهي 2-0. إذن انتصار في الشوط الأول يسعد الجماهير، يجعل اللاعبين يدخلون الشوط الثاني بمعنويات كبيرة من أجل الحفاظ على التقدم.
ينطلق الآن الشوط الثاني لهذه المباراة مع ضربة البداية. اعتراض للكرة، يستعيد الكرة في وسط الملعب. مكاي، هدف يقربهم من العودة وتصحيح الأوضاع. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. حكم يعطيهم إتاحة الفرصة هنا. تمريرة خارج الملعب، رمية التماس. يلعب رمية التماس المنافس. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. الفريق يخسر مشروع هجمة. الكرة تقترب من دفاعات الخصم. الله على قطع الكرة، إفشال هجمة كان ممكن تشكل خطورة. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. الله على التمريرة العالية. يعود للخلف من عرض. يا رب، أي لحظة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة. الكرة في المرمى، هدف ولا أروع. يعرف كيف يمرر بشكل جيد، قاري الملعب، كاشف الملعب. ماكاي أدى التمريرات بعرض الملعب بانتظار ثغرة، بانتظار كرة بينية. يفقد الاستحواذ. يتقدم للأمام. ماكاي بيسدد الآن. فدائية كبيرة في هذه اللقطة. كرة ترتد من القائم. الكرة في المرمى. مرة تعدت حارس المرمى. 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. بيلعب لبينية جميلة، لم تشكل أي خطورة. تمريرة بعد الأخرى، وفي كل مرة إتقان شديد جدا. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. ويليامز، فريق متقدم في النتيجة، يسيطر على الكرة ويمرر في وسط ملعبه في محاولة لإحباط الخصم واستدراجه أيضا من مناطقه. كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. يحاول أن يشكل خطورة. تصويب الآن. ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. الكرة في التماس الآن. كرة خطيرة من على الأطراف. روع المدافع، يستخلص الكرة بتدخل ممتاز. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. كيف راح يتصرف فيها؟ رؤية ممتازة، يلعبها في الخلف. حلوة البينية العالية. ماكاي قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. بينية مثالية خلف المدافعين. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة. هاتريك كبير للنجم الكبير. النتيجة متعادلة واللعب بهدوء من أجل تسهيل التقدم الآن. تدخل وكرة تبعد.
يعود لوسط ملعبه من اجل كره نقترب من نهايه هذه المباراه. شفت نقل كره بثقل حارس يتقدم في توقيت مثالي يفتك الكره من المهاجم بشكل ممتاز. ويليامز نلعب الان في الدقائق الثمانيه الاخيره. انطلاقه متسرعه كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطوره على المنافس. ممتاز في قراءه اللاعب. يتقدم فيها يأكثر من مناطق الخصم الآن. ضاعت الكرة. مباراة من الصعب أيضا التوقع في لحظاتها الأخيرة لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. فرصة للتقدم في المباراة. تدخل في الوقت المناسب. الضغط ينتهي في اللقطة الماضية. تسلل موجود في هذه اللقطة. يبحثون عن تسجيل هدف التقدم في فرصة قد تكون الأخيرة. كانت محاولة جيدة لكن فقدوا الكرة. ضاعت الفرصة. يتحرك بالكرة للأمام. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. تكافؤ كبير في مباراة اليوم بين الفريقين بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة ولا بديل الآن على الوقت الإضافي. في لقاء ماراثوني ندخل إلى شوط المباراة الإضافي الأول. واضح الإرهاق على لاعبي الفريقين. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. نتيجة التعادل والفريق يبني الهجمة بتنظيم وهدوء وبدون تسرع. ركلة جزاء. النتيجة تعادل حاليا. الحكم يشير إلى علامة الجزاء. كارت أصفر في هذا التوقيت. هدف من ركلة جزاء نفذت بنجاح. أهداف كثيرة في مباراة اليوم تتكلم عن 4-3 حتى هذه اللحظة. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. خلصها والكرة مقطوعة. تسديدة خطيرة. أوهو حارس المرمى طار حلق تصدى لهذه الكرة. ضربة راسية يا نعيم. الله على هذه الكرة.
5-3 مهرجان تهديفي وثمانية أهداف كاملة في المباراة. كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية، كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة، فرصة للتسديد يجب أن تستغل. مستحيلة هذه اللقطة، شوف الكرة اللي غيرت مسارها، خدعت الجميع، لمسة واحدة أبعدت الكرة، كم ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية؟ نهاية الآن الشوط الأول من الوقت الإضافي، شوف التعب والإرهاق الواضح على لاعبي الفريقين. خمستاشر دقيقة إضافية من الإثارة المتواصلة وانطلاق شوط إضافي ثاني. شوف الصمت الآن في المدرجات، هذا حال الجمهور الآن بالنسبة للفريق المستضيف، أداء ضعيف كمن صاحب الأرض، وأيضا الجماهير الآن من حقها بأن تكون مصدومة في هذا التوقيت. حكم يحتسب تسلل في كرة مثيرة للجدل، قرار ممتاز من الحكم بتحت الفرصة في هذه الكرة، بيلعبها في الخلف، قراءة رائعة للكرة ودفاع في الوقت المناسب، فرصة كبيرة للهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة، إمكانية الكرة العرضية، كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة، ثمان دقائق على نهاية الوقت الإضافي. الكرة البينية يكسر فيها المدافعين، الله عليك الله عليك، حطها في المرمى، حطها في مكان، الكرة الجميلة، لمسة ولا أروع، نهاية ولا أجمل. مباراة كانت من طرف واحد والنتيجة توضح هذا تماما. أعتقد بأن الوقت قد فات على التعويض لأن المباراة لم يتبقى فيها إلا القليل. فريق الخصم بيخلص الكرة، اوه يا لعيب يا فنان يا ممتع، الله على هذا الهدف، هدف لن يغير من النتيجة، تأخر كثيرا جدا هذا الهدف. صافرة الحكم تعلن عن وجود خطأ، يبعدها من مناطق الخطر، فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات، هذه كرة هدف الآن، لابد أن تستغل هذه الكرة، أوه هدف يقلص الفارق لهدف وحيد، ما الذي يحدث هنا؟ أي لحظات وأي إدراك؟ ولا أن تنطلق صافرة نهاية المباراة وخسارة المباراة الأولى من الموسم، بداية غير مبشرة، لكن ما زال الموسم طويل وبالتالي أمامهم فرصة لتغيير هذه الصورة، مستواهم في المباريات المقبلة سيحدد إذا ما كان ما حدث اليوم مجرد كبو أم لا.
Don't need a seminar to feel the temperature. Reppin' the 509. Nothing about me regular. You're only a word away from feeling this every day. La vie c'est pour nous fêter. La vie est trop belle pour nous pas fêter. Bindi. What's up, what's up? Control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. On what? You couldn't hang with that Burberry noose on. Kicking the door with them same boots Pac had in juice on. Step like a noob or a cute dog, a rude boy. They said they need some fire, turn the loop on. The coupe going, red line status, headline tatted. Here's my habit, deadline's average. Flying over like airline baggage. Paris in the morning, me and Ferris in the foreign. Tag in the back with a rag just to blow it. We the freshest in the city, city know it. A poet, I stop just to grow it. So it's hands off like a florist. The forest, boy is ready for some action. Tap in, steady pushing forward with a back wind. Pass him, call me Uncle Sam when I tax them. That grim, you see me. Just know that you gon' acknowledge the rhymes. I'm here shining, I've arrived more polished this time. My chakras vibing high, I'm in tune with the stars. A Capricorn, I'm tied to my astrology sign. I just supply the bars like an after hours. Pre-game King James when clapping the powder. Word. Like Wayne's second album, it's lights out. I'm snatching your power. I back up what I brag about when I rap about it. Yeah. It is nothing average about them. Now thou shalt not test thou. My stock is up in the game. Wordplay club a lane. Okay. Got a cliff mind frame. Not the huckster, but the one for the hustle game. Yeah. Undeniable franchise that's winning by a landslide. Word. Me rowing tide play the field like it's band. Time over the drums by Apollo Man. I explode like I've chosen to stand on a landmine. Tag 365 days annual plus some. Load up the mic and bust one. Round 365 days annual plus some. Load up the mic and bust one. Got round 365 days annual plus some. Load up the mic and bust one. Round 365 days annual plus some. Yeah. Load up the mic and bust one. 6 mile barbarian, I let the bars fly. I'm in the jungle like I survived the game of Far Cry. Back when I had to rock cooking without an arch eye. We value respect over money and where your heart lie. We ain't in the same
rainbow. Stood under black clouds without raincoats. Watch family members, family members, family members. They always got they fixed, that's why they stayed broke. Never nothing in my life, still I remain dope. Feel like a king in a stagecoach from the same coast. I was raised where they raised toast for gold chain ropes. Mr. T Rocky 3, I got a mean right. My hockey look like Harden and shoot like him with the green light. My life ain't have a nice start, had to fight sharks. See an x-ray of my heart, probably see some bite marks. For name tags, me and roast Bitly your throat. Each line is a then you know this. Got rhymes, 365 days annual plus some. Load up the mic and bust one, bust one. Round 365 days annual plus some. Load up the mic and bust one, bust one. Got round 365 days annual plus some. Load up the mic and bust one, bust one. Round 365 days annual plus some. Load up the mic and bust one, bust one. Siento, hay cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No está claro todo lo que siento. Hay cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No es mi culpa.
Rolling round my block, feeling hot, streets are cold, see the frost, things I know, God forbid, probably would've made Jesus cross, that's my blood, family tree, no excuse, freedom cost, took the risk, made mistakes, pray I never repeat them. Rolling round my block, feeling hot, streets are cold, see the frost, things I know, God forbid, probably would've made Jesus cross, that's my blood, family tree, no excuse, freedom cost, take the risk, made mistakes, pray I never repeat the loss. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وتحية طيبة من ملعب الكراز. سعيد بتواجدي معكم من خلال التعليق على أحداث هذه المباراة. الإثارة، كل الإثارة منتظرة متوقعة، ننتظر الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين في هذه القمة. ماكاي رائع في قراءة الفريق الخصم. حكم يطبق مبدأ تحت الفرصة واللعب مستمر في أرضية الملعب. بيتس، وايت، تمريرات مستمرة بين أفراد الفريق، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة في دفاعات الخصم. في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. خطأ يحتسب الحكم في بداية المباراة. كرة جميلة على الطرف، الحكم يعطي مبدأ إتاحة الفرصة. يا سلام على التناغم، الله على الانسجام، شوف التمريرات، شوف النقلات. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. كرة في المرمى، هدف يأتي بعد مجهود في استعادة الكرة، بعد ضغط مكثف جدا، ككل من أجل استعادة الكرة. نشوف الهدف مرة أخرى، اللاعب أخطأ في هذه اللقطة، فقد الكرة، كان العقاب سريعا، تلقى فريق هدف يتحمل هو مسؤوليته بدون شك. ماكاي
تدخل ضعيف من المدافع يفقد الاستحواذ. بيرسل الكرة على الجناح. قرار الحكم يعطي الأفضلية ومحاولة استفادة من الكرة. حاول الحكم في البداية استمرار اللعب لكنه قرر في النهاية احتساب الخطأ. من هذا المكان يحتاج لتنفيذها بالتأكيد للزملاء بالشكل الصحيح حتى تشكل خطورة على المرمى. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. ماكاي، تمريرة ملعوبة. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. تحرك جيد في الثلث الهجومي. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. الحكم يحتسب مخالفة وركلة حرة. كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. ماكاي الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. ضغط عالي لا يترك مساحات. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. نقل اللعب للجهة الأخرى. حلوة الكرة إلى الطرف. بيمر من المدافع. الله على اللقطة. يا سلام على المرور. أي رؤية، أي دقة. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. وايت. كرة في الجناح. بيعدي فيها من المدافع. لمحة فنية. لقطة من لقطات المباراة. إمكانية الكرة العرضية. وايت. بيتس. تمريرة يغير من خلالها جهة اللعب. الكرة الآن مع الفريق الخصم. ثقة كبيرة عند الفريق في تبادل الكرة. بيرسل الكرة. الله، ببطن القدم بعيدة عن حارس المرمى. شوف اللقطة، شوف الإعادة، كانت في منتهى الروعة، في سقف المرمى تحرك الشباك. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كرة بتتجاوز الخط في المباراة. قرار ممتاز من الحكم بإتاحة الفرصة في هذه الكرة. الآن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. هل سيكتفي الحكم بالإنذار الشفوي في اللقطة الماضية أم سيخرج البطاقة في وجهه بعد هذا التدخل؟ الشوط الأول ينتهي بهدفين نظيفين. يا له من شوط رائع، يا له من سيناريو كبير بالنسبة للضيوف. الفريق تقدم في الشوط مع نهايته عزز تقدمه بهدف آخر وجعل أصحاب الأرض في أزمة حقيقية في فترة الاستراحة بين الشوطين.
نبدأ الآن مع الشوط الثاني وضربة البداية لهذه المباراة. يستعيد الكرة في منتصف الملعب، قراها بشكل ممتاز. كيف راح يتصرف فيها؟ تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. بينية تكسر الخط الخلفي. كرة لم تشكل أي تهديد حقيقة. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. كرة بتتخلص من المنطقة. قد تكون هذه الفرصة. تدخلان على حمل الكرة. تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة. خطيرة الآن. مستحيلة هذه اللقطة. جيب من فوق حارس المرمى. الله الله. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. الكرة تقترب من دفاعات الخصم. تدخل لطيف يفتك الكرة بدون أخطاء. الكرة بيتغير اتجاهها وتخرج إلى رمية التماس. كرة ممتازة في المساحة. يضرب خط الدفاع. خلص حارس المرمى. الله على الكرة، على التوقيت، على التدخل في اللحظة الماضية. بينية تمر من الدفاع. فرصة من جديد لكرة التعادل. كرة كانت خطيرة لكن تصطدم في الدفاع. اللعب يستمر في أرضية الملعب. حكم يعطي الأفضلية. تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر. يخسرون الاستحواذ. شوف التحرك اللي قبل الكرة، تسلل سليم. نقل الكرة بشكل جيد. خطرة هذه البينية. لم تأتي بأي جديد في الملعب. تمريرة ممتازة إلى الطرف. الله على قطع الكرة. دفاع ممتاز في هذه اللقطة. بيلعبها في الخلف. يعودون في النتيجة بعد تأخرهم بهدفين وبعد أن ظن الجميع أنه لا مفر من الهزيمة. نشوف الهدف مرة أخرى. شوف كيف لعب للتمريرة. كان على مسافة قريبة جدا من المرمى. حط الكرة بسهولة. حلوة الكرة إلى الطرف. الكرة تخرج إلى ضربة مرمى. كرة إلى خارج الملعب. رمية التماس. رائع في قراءة الفريق الخصم. دفاع ممتاز. قراءة سليمة لهذه المحاولة. خارج الملعب. رمية التماس. يضطر للعودة إلى طرف الكرة. فرصة الآن. عرضية ممتازة في وسط المنطقة. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. فرصة كبيرة. الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. ضاعت الهجمة المرتدة. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة.
مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. كرة بتضيع. مباراة من الصعب أيضا التوقع في اللحظات الأخيرة لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. المساحة أمام على طرف الملعب، رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. الحكم بيطلق صافرته معلنا عن وجود خطأ في اللقطة الماضية. لديه فرصة من الكرة الثابتة ليكسر حالة التعادل ويتقدم في النتيجة. نستمع إلى احتجاجات وغضب أصحاب الأرض من إهدار الضيوف للوقت المتبقي في محاولة الخروج بالتعادل القائم. دقائق أخيرة متبقية ونعرف بأن هذه الأساليب تحبط اللاعبين، تخرجهم. الحارس يمسك بالكرة بعد تنفيذ الكرة الثابتة. نلعب الآن في الدقائق السبع الأخيرة. راحت الكرة. تمرير على الطرف، محاولة لخطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة. أوه، هدف خيالي، كرة استثنائية، أي نهاية عالمية، أي مهارة وكرة مقصية، كرة على الطاير، هدف من عالم آخر. الله على هذا الهدف. بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا. هدف التقدم، هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. فرصة من جديد لكرة التعادل. مستحيل. عادوا في وقت لا يعود فيه إلا الكبار. لم يرفعوا الراية البيضاء. المباراة ما تروح. والآن نعود مرة أخرى لنقطة البداية مع هذا التعادل في لقاء مليء بالتحولات والمتغيرات. يبحثون عن هدف قاتل الآن بحثا عن الانتصار في الدقائق الأخيرة. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. كان ممكن يلعب كرة مرتدة بشكل أفضل وبشكل أسرع. دقيقة واحدة فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة. صافرت نهاية المباراة بالتعادل بين الفريقين. كانت مباراة قوية فيها ندية كبيرة بين الفريقين، وفي النهاية التعادل كان هو النتيجة المعبرة عن هذا اللقاء.